منتخب مصر. كابتن حسن شحاته بيرفع عليك سماعه التليفون دلوقتي بيقول لك جدو احنا عايزينك معانا في المنتخب. احكي لي اللحظات دي. الناس ما تعرفوش ان انا روحت المنتخب 2005، يعني ناس حاسه ان فاكره ان انا اول تجمع ليا مع منتخب 2010. انا روحت مع منتخب كابتن حسن شحاته استدعى ماتش اوروجواي، كان في اسكندريه هنا كان في اسكندريه ورحت هناك بس ما لعبتش المباراه. كان في 2006، كان في بدايه الكابتن حسن، كان دايما بيجي يتفرج على ماتشات الاتحاد، والحمد لله انا كنت مميز وقتها. ان انت كان وقتها ما كانش المشاكل كلها بتتذاع زي دلوقتي. مش زي دلوقتي مفيش ماتش دلوقتي بيفوت، ماتش الاهلي والزمالك بس اللي كان بيتذاع وقتها، عشان انت حقوق البث ساعتها كان الاهلي وزمالك بالظبط. الماتشات الثانيه ما كانش حد صحيح بيتفرج عليها، بيجيبوا بس الاهداف كده او حاجه، فانت تستنى ماتشك قدام الاتحاد قدام الاهلي بالظبط او الاتحاد قدام الزمالك، واحيانا كان الاتحاد والاسماعيلي الاتحاد والمصري بالظبط مؤخرا يعني. لكن في البدايات خالص ما كانش فيه ماتشات كتير بتتذاع زي دلوقتي. فكابتن حسن عرفني من 2005 فما كانش عندي مشكله خالص. بس بعد 2005 اتصبت في وش رجلي، حصل لي كسر وقعدت في الجبس 5 شهور. كابتن حسن بقى مشي ب 2006، خد البطوله ومشي بالقائمه بتاعته 2006 2008. جه 2009 جالي برضو استدعى تاني. كان كل ده انت في الاتحاد السكندري، كل ده في الاتحاد بقى بنحت في الصخر، ما حدش حاسس فاهم ان انت الماتش ما كانش بيذاع زي دلوقتي. ايوه فانت شغال. وجي بقى جه 2009 كان مباراه زامبيا هنا، كان في تصفيات كاس العالم اللي تعادلنا فيها 1-1 تقريبا. بعت لي ان هم عايزين الباسبور بتاعي، ان هم احتمال تكون موجود الماتش اللي جاي. فبعته، بعت الباسبور، وبعد كده ما استدعانيش في القائمه بتاعه المباراه يعني. بس في 2009 جاي الحمد لله استدعى، وكنا ماشي كويس في الاتحاد السكندري وقتها، وجبت جون في النادي الاهلي وكنا ماشيين كويس الفتره ديت، والحمد لله جاي استدعى. كان مين بقى اللي اتعاقد معاك من الاتحاد السكندري؟ انا كان الاستاذ محمد مصلحي. كان محمد مصلحي كان نائب رئيس النادي، وكان امين صندوق الاستاذ هشام ترك. هو اللي شافك في دمنهور ولا في دمنهور؟ يعني المهندس هشام تركي كلم المسؤولين في دمنهور وخلص الموضوع يعني. انا جالي ان انا اتمرنت في دمنهور مع كابتن ربيع ياسين، رشحني الاهلي وقتها. كان السنه دي كنا بنافس على الصعود، ورشحني الاهلي، وجالي كذا عرض من انديه ثانيه، بس في النهايه وفقت النادي الاتحادي. لكن التعاقد يعني كان عن طريق كان الاستاذ محمد مصلحي. محمد مصلحي كان نائب رئيس النادي وقتها، وكان التعاقد تم عن طريقه يعني. تعال نشوف.